مشاهدينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. من تلفزيون جيبوتي أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. وكالمعتاد نبدأ هذه النشرة بأهم العناوين. رئيس الجمهورية يغادر البلاد متوجها إلى عاصمة موريتانيا نواكشوط لمشاركة القمة الإفريقية 31. احتفالات بالذكرى 41 تتواصل في المناطق الداخلية والنواحي الطابعة لها. رئيس الأفغانستان يعلن استئناف العمليات العسكرية ضد الطالبان. من مقدمة النشر إلى تفاصيلها، بسم الله الرحمن الرحيم. قادر فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي اليوم متوجها العاصمة الموريتانية نواكشوط لمشاركة في القمة 31 للاتحاد الإفريقي المقرر انعقادها في الفترة ما بين 1 و2 من يوليو القادم. هذا وكان في وداع الرئيس الجمهورية لدى مغادرته من مدار الحنبلي الدولي دولة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد ورئيس مجلس النواب السيد محمد علي حمد وأعضاء الحكومة وشخصيات مدنية وعسكرية رفيعة المستوى. ويفترض أن تتمحور المناقشات خلال هذه القمة حول إنشاء منطقة التبادل التجاري الحرة. شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي سيد محمود علي يوسف منذ يوم الخميس في العاصمة الموريتانية نواكشوط في أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، حيث سيقوم وزراء جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بتبني جدول أعمال القمة 31 لرؤساء الدول والحكومات في القارة السمراء المقرر انعقادها في 1 و2 من يوليو القادم. هذا ويشارك فخامته وفخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي إلى جانب 50 من رؤساء الدول والحكومات في أعمال هذه القمة 31 للاتحاد الإفريقي. هذا ويصادق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي على اتفاق حول التبادل الاقتصادي والتجاري حرة. هذا وأدلى سفير الجيبوتي المحتمل لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الممثل الدائم لبلدنا لدى الاتحاد الإفريقي سيد محمد إدريس فرح، حيث أفاد أنه يتواجد منذ عدة أيام في أعمال التمهيدية لقمة لرؤساء الدول والحكومات في إفريقيا المقرر انعقادها في 1 و2 من يوليو القادم، حيث سيشارك فخامة رئيس الجمهورية إلى جانب 50 من رؤساء الدول من قارة سمراء في أعمال القمة 31 للاتحاد الإفريقي. وأكد سفير إدريس على إجراءات التي ستتبناها هذه القمة في دعم الاندماج الاقتصادي للقارة والقرارات التي ستتخذ في مجال تعزيز الاستقرار والأمن لمصادقة على تبادل الاقتصادي والتجاري الحر ومكافحة الإرهاب والتطرف وتسوية الخلافات السياسية عبر الحوار. وقد ساهمت جيبوتي في استقرار الصومال والدبلوماسية من مثالية لتسوية السلمية للصراعات والخلافات السياسية التي تحدث في المنطقة. وفي تصريح صحفي أدلى به وزير الخارجية والتعاون الدولي أعرب عن ارتياحه لمشاركة بلدنا في مجمل المواضيع المطروحة في القمة 31 للاتحاد الإفريقي. وتشارك جمهورية جيبوتي في هذه القمة بصفتها كدولة نموذجية خاصة في الجهود التي تبذلها في مجال الاندماج الاقتصادي والترقية الأمن الإقليمي. وعلى هامش مشاركته في أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي سيد محمود علي يوسف مع النادير المصري. وليم السيد ينضم إلينا في الاستوديو الزميل خضر علم. أهلا بك خضر. أهلا بك زميل عبد القادر عبدي. وعلى هامش هذه القمة وعلى هامش مشاركته في
في أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التقى معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد محمود علي يوسف التقى بنظيره المصري وتطرق الجانبان حول إرساء السلام في مجمل المنطقة إضافة إلى التسوية النهائية للخلاف القائم بين إثيوبيا وإريتريا كما سيلتقي رئيس الدبلوماسية الجيبوتي مع نظيره الرواندي المرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفوني كما تطرق الجانبان حول العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشتركة. وفي مداخلة له في هذه المناسبة أشار معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد محمود علي يوسف قال أجريت بعض اللقاءات هامة مع وزير الخارجية المصري حيث تطرقنا حول العديد من المواضيع وخاصة الأمن في البحر الأحمر وحول التطورات الأخيرة بين إثيوبيا وإريتريا ليكون أثرا إيجابيا في العلاقات بين جيبوتي وإريتريا بصفة عامة حول الأمن والاستقرار في المنطقة وتحديدا في القرن الإفريقي. كما ناقشنا دور جيبوتي في مسألة سد النهضة الذي يقلق كثيرا مصر ويمكن على جيبوتي أن تلعب دورا هاما في هذه القضية وتأمل جمهورية مصر العربية بدور جيبوتي حول هذا الملف. وقال من المقرر أن ألتقي بوزير الخارجية الرواندي المرشحة لأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. هذا ومن المقرر أن يشارك فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرجلي في هذه القمة حيث أعددنا العديد من اللقاءات لفخامته مع العديد من اللقاءات على هامش هذه القمة الهامة هذه القمة 31 للاتحاد الإفريقي. شكرا زميلي خضر على هذه المعلومات المتعلقة حول كلمة الوزير الخارجية والتعاون الدولي سيد محمود علي يوسف في القمة نواكشوط برعاية السيد محمد علي حمد رئيس المجلس النواب. احتفلت الجمعية الوطنية في جمهورية جيبوتي باليوم البرلماني وشارك في هذه المناسبة إلى جانب البرلمانيين أعضاء الحكومة والمنسقة الوكالة الأممية المقيمة في جيبوتي السيدة باربرا منزي والمنتخبين المحليين وممثلين شبكات النسوة البرلمانيات إضافة إلى الشباب البرلمانيين وهم أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا وأكد رئيس المجلس النواب أن هذه المناسبة تعد تاريخية بما تعني بها الكلمة والأولى في التاريخ السياسي للعالم المعاصر ولمواصلتنا. وتحتفل هذه المناسبة بالدور الأساسي للبرلمانيين حيث يقومون بالدفاع وتعسيس الديمقراطية البرلمانية والسهر على مصالح المواطنين الذين يمثلونهم كما أشاد بالنضج السياسي للمعارضة البرلمانية والالتزام اللامحدود للنواب الأغلبية. وفي مداخلة له أعرب رئيس المجلس النواب السيد محمد علي يوسف عن ارتياحه لمشاركة الاحتفال اليوم العالمي للبرلمانيين حيث تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار لأن 30 من يونيو من كل عام هو مناسبة واحتفال بمناسبة ومناسبة الاحتفال اليوم العالمي للبرلمانيين. ويكرس هذا اليوم بالدور الأساسي للبرلمانيين وتعسيس الديمقراطية البرلمانية والسهر على مصالح المواطنين الذين يمثلونهم وأن هذا العام وبتعاون مع البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قررنا المشاركة في هذه المناسبة حول مؤتمر يتعلق حول أهداف التنمية المستدامة التي تربي طموحات والاحتياجات الشعب. هذا وقد شارك البرلمان الجيبوتي في عام 2013 في إكوادور حول تأمل الشامل حول الأهداف المستدامة وكيفية تنفيذها في بلدنا. على غرار العاصمة جيبوتي والمناطق الداخلية احتفلت القوات المتمركزة في بذكرى 41 في ناحية الدمرة التابعة لمنطقة الدخل. هذا وقامت مختلف القوات المسلحة المتمركزة في منطقة الحدودية الدمرة بتقديم العرض العسكري احتفالا بذكرى 41 للاستغلال بلدنا. وجرت هذه المناسبة في ساعة الدمرة وبحضور ضباط
رفيع المستوى وشخصيات مدنية من منطقة أبخ. هذا وقدمت هذه الفرقة العسكرية المتواجدة في الدميرة عرضا عسكريا. Dangirani sire, anha bani bani. وبعد ناحية الدميرة التابعة لإقليم أبخ وفي ساق متصل على قرار العاصمة جيبوتي والمناطق الداخلية، أقيمت ناحية يوبكي أمسية قنائية بمناسبة الذكرى 41 لعيد الاستقلال المجيد. أصدرت الدرك الوطني التابع لمفرزة حنبلي يوم الثلاثاء الماضي على سرقة في محل للبيع بجمل الكائن في حنبلي بالقرب من المقبرة، حيث ألقت القبض على أطفال الغاسرين يبلغون 11 من العمر ويقيمون بالقرب من هذا المحل المذكور. وطبقا للقانون الجديد الخاص لحماية الغاسرين، دعا الدرك الوطني أولياء أمورهم والأطفال لاستجوابهم. اعترف الأطفال بسرقة خزينة المحل واستيلاء على مبالغ تقدر أو مبالغ نقدية تقدر بأكثر من 1,000,000 فرنك وبطاقات للشحن الهواتف المحمولة تقدر ب 900,000 فرنك جيبوتي. هذا وسيمثل أولياء الأمور الأطفال أمام العدالة يوم الأحد لمعرفة ملبسات هذه السرقة. بهذا نبل المشاهدين الكرام تنتهي نشرتنا الإخبارية في هذا المساء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.